بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. موضوع النهاردة أخي في الله بيتكلم عن طلب توصيل مرافق دائمة مثل الكهرباء والمياه والتليفون والصرف الصحي بالمدن الجديدة وغيرها. طيب تعال أخي في الله نشوف الإجراء علشان ما نطولش عليكم، بس احبائي في الله قبل ما نشوف الفيديو بالتفصيل ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا الاول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. طيب تعال نشوف الاجراءات اخي بالله خطوة بخطوة، وحنشوف هنعمل مرافق ازاي، هنوصل مرافق ازاي. الخطوة الاولى التقديم الى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة. الخطوة الثانية التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة. الخطوة الثالثة انتظار موعد المعاينة، يحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS، وطبعا ده في المراكز التكنولوجية، وإن لم يكن موجود مراكز تكنولوجية أو لم تفعل فبيتم عادي في المصلحة بتاعتك اللي هي بتطلع منها الخدمة اللي احنا هنقول عليها كمان شوية. طيب أربعة تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات إن وجب. بعد كده استلام الخدمة، يحدد موعد لاستلام الخدمة عبر رسائل قصيرة SMS، وطبعا لو ما فيش SMS هو بيبلغك الموظف المختص. طيب تعالى أحبائي في الله نشوف الشروط بتاعة الحصول على الخدمة، وهي مالك الأرض أو وكيل عمل عنه. يعني لازم صاحب الأرض أو صاحب العقار أو وكيل رسمي يجي بتوكيل رسمي، واحد يكون موكل شخص بتوكيل رسمي يروح علشان يخلص الطلب بتاعه. طيب عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، طبعا بتكون على العقار. طيب المستندات المطلوبة ده بتكون إزاي أو إيه هي المستندات المطلوبة؟ واحد صورة محضر استلام معتمد من الجهاز، اثنين صورة رخصة البناء، ثلاثة بطاقة الرقم القومي لصاحب الأرض أو الوكيل عنه. طيب صورة التوكيل، صورة التوكيل طبعا ده إذا كان موكل. طيب تعالوا نشوف المكان ده أو الطلب توصيل المرافق هيجي فين أو من فين. هيبقى في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة المجتمعات العمرانية إن كان في مكان غير المدن الجديدة. الرسوم 5 جنيه على كل معاينة، طبعا لأنه أنت بتعمل مية وبتعمل تليفون وبتعمل صرف، المفروض ده كله بيتعاين وبيخوض، وكل معاينة 5 جنيه. طيب نشوف المدة الزمنية في استخراج الطلب. من طلب الخدمة للتقديم الخدمة 15 يوما تقريبا. طيب كده أخي في الله احنا كده خلصنا الفيديو وخلصنا الشروط وخلصنا المستندات وعرفنا كل حاجة عن توصيل مرافق للعقار بالمدن الجديدة وغيرها. شكرا أحبائي في الله لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.